اهلا بحضراتكم من جديد والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. والنهارده زي ما قلنا لكم في موضوعات كتيره جدا، وهنتكلم في موضوعات حيويه متعلقه بشكل المسابقه الفتره القادمه، بيان اتحاد كره القدم، موضوعات كتيره. والنهارده طبعا يعني من حظ الكويس ان معايا احد نجوم النادي الاهلي، ليه باع طويل جدا في هذه الامور، امور فنيه اكتر كمان، ان هو عارف بقى ايه اللي في صالح الكره المصريه او ايه اللي في صالح اللاعبين تحديدا المرحله القادمه او الفتره الحاليه، ازاي اللاعب يفكر، ازاي الجهاز الفني يحضر كل الامور دي. هاخد فيها راي ضيف النهارده الكابتن احمد بلال، مهاجم النادي الاهلي. كابتن بلال منورنا ومشرفنا. مساء الخير يا ابو احمد، ازيك؟ اهلا بيك. الله يخليك يا رب. الحمد لله. وانا مبسوط بشكل شخصي بامانه لما بتكون معايا او لما اكون انا معاك، يعني انت احد النجوم او هداف النادي الاهلي طبعا، فليك باع طويل في الكره المصريه ومع النادي الاهلي، ف رايك ايه في اللي بيحصل؟ والله بص، تعالى ناخد الموضوع كده يعني من اوله ونشوف مدى تأثير القضية دي على النادي الأهلي، ومدى تأثيرها أيضا على الدوري العام، ومدى تأثيرها على منتخب مصر. أنت لازم تمسك الخيط من أوله عشان تعرف الأضرار اللي بتلحق على كل الناس أو حتى المنافع. تمام، خلينا نتكلم في البداية، مش بس عشان أنا لعيب في النادي الأهلي وكنت كابتن النادي الأهلي، ولكن خلينا نتكلم في البداية. أنت بتتكلم على تطوير مستقبل الكرة في مصر. مظبوط. عشان تطور مستقبل الكرة في مصر، إذا أنت محتاج دوري قوي منتظم، تمام، لعيبة بتاخد راحات، لعيبة بتدفع فيها ملايين كبيرة جدا قد تصل إلى المليارات فيما بعد. تمام. أنت الموسم القادم ممكن يبقى عندك صفقات أو عندك حجم اللعيبة، الفاليو بتاع اللعيبة اللي موجودة عندك تسوى مليارات، فأنت بتتكلم في قيمة كبيرة جدا للعيبة اللي موجودة عندك. إذن كل نادي محتاج أنه يحافظ على اللعيبة اللي موجودة عنده. تمام، خلينا نتكلم على الدوري العام الأول وبعدين نتكلم على الأندية. الدوري العام المصري عشان يبقى دوري قوي محترم لازم تكون اللعيبه بتأدي بشكل جيد، لازم تكون اللعيبه الكواليتي بتاعتها عاليه، لازم عشان اللعيبه تبقى الكواليتي بتاعتها عاليه لازم يبقى في تنظيم لبطوله الدوري العام، يبقى في تنظيم للجدول، اللعيبه عارف هيلعب امتى، هينام امتى، هياكل امتى، هياخد اجازه امتى. هياخد اجازه طبعا، هياخد اجازه امتى. اللي بيحصل في كره القدم المصريه ده بقاله 3 4 سنين يعني سبيشالي كده مع النادي الاهلي، انك ما بتاخدش اجازات بقالك 3 4 سنين، فبالتالي كم تراكم الاصابات الغير طبيعيه واللي ما بيستفدش منها المنتخب على الصعيد الاخر الاكبر. صح. فده يعني الفايده ما بترجعش على المنتخب وما بترجعش بالتالي على النادي. انت النادي الاهلي بتفقد قيمه كبيره جدا من قيمه اللعيبه اللي موجوده عندك بكثره الاصابات، معرض ان لعيب اصابه ورا الثانيه ورا الثالثه مستوى يقل، فبالتالي يفقد القيمه الماديه بتاعته. لعيب المنتخب المصري بيفقد قيمه اللعيب لانه مش متواجد من كتر المباريات اللي بيلعبها وتلاحم المواسم اللي بيلعب فيها اللعيب المصري. عشان كده بقول لك الاول تنظيم بطوله الدوري العام بشكل جيد، الراحات اللي بياخدها. عمرك شفت فريق في يعني دوري في العالم اللعيب ما بياخدش راحه متكامله او راحه كامله نهايه السيزون؟ استحاله. الدوري الانجليزي خلص خلاص، الدوري الاسباني بيخلص ده خلصان من 12/5، اللعيبه هتاخد وقت قد ايه راحه؟ هتاخد راحه كبيره جدا، راحه سلبيه، يعني يستجم، يجري، يتمشى. تمام. مش هيقعد في البيت يا كابتن بلال، ثلاث شهور بس بيتخللهم، عندك شهر ونص او شهرين، هو بياخد اللعيب شهر 30 يوم راحه وبيبتدي يعمل فتره. انت فين من الكلام ده؟ فين انت كبطوله او كتنظيم لبطوله الدوري العام اللي موجود عندك او للبطولات اللي موجوده عندك اللي فيها تلاحم مستمر بقالك 3 4 مواسم، وكل موسم هو موسم استثنائي بالنسبه للكره المصريه. يعني احنا قاعدين على الموسم الاستثنائي بالنسبه للكره المصريه بقالنا 3 4 مواسم، ده بيقلل من قيمه اللعيب، لانه خلاص انت لعيب بتلعب موسم الثاني تقدر، لكن الثالث اكيد هتهلك اكيد. خلاص. عشان كده احنا اللعيبه بتاعتنا 30 سنه بنبتدي يقول اللعيب ده هيبطل امتى، السنه الجايه ولا اللي بعدها. تمام، بتيجي تحسبها ازاي والاصابات بتكتر؟ ما هو هيبطل امتى؟ استهلاك اوفر ستريس على اللعيب، اصابات كتيره جدا، بعد عن الملعب بشكل سلبي مش ايجابي. تمام، فبالتالي فرصه انه يبطل بدري، فرصه انك تفقد قيمته كلاعب موجوده بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم بقى على النادي الاهلي. طيب قبل ما تخش للنادي الاهلي، الناس مش واخده بالها من نقطه مهمه جدا. الاول احنا كنا بنشتكي اتحاد الكوره لما كان بينظم المسابقه كان بيقول لك ايه، اصل الاتحاد الافريقي موعده في الاجنده بتاعته البطوله بتبدا من شهر يناير بتنتهي في نوفمبر. طب ما هو الانديه بتخلص الدوري في شهر 5 او في 6 وهتستكمل دور المجموعات في شهر 7. تمام، هتريح امتى وتشتغل امتى؟ صحيح. طب ما سبحان الله، ما الاجنده الافريقيه اتعدلت عشان خاطر الشمال افريقيا وبقت الامور في صالحنا اهو. صح، ما نعدلها ونمشيها. صح صح، يعني جت لنا لغايه عندنا، واتعمل كونجرس في المغرب من حوالي 2 3 سنين في الاتحاد الافريقي وجمعيه عموميه كبيره عشان المواعيد تتغير،
وكان الاتحاد الافريقي واخد على عاتقه ان شمال افريقيا مهم في المسابقات الانديه الافريقيه، فقال لك خلاص نغير المواعيد وبقت البطوله من شهر 8 لشهر 5. فبالتالي انت تخلص الموسم بتاعك في شهر 5، عندك 3 شهور تريح فيهم تبدا الموسم بتاعك الجديد. فجات لك الفرصه لغايه عندك، برضه بتقول موسم استثنائي ومش عارف تنهي الموسم. شوف موسم استثنائي اوكي، احنا موافقين انك لان في بطوله افريقيا موجوده هنا السنه دي، تمام. بس الموسم الاستثنائي ما ينفعش يبقى موسم استثنائي على بعض الفرق والبعض الاخر لا. بمعنى انت النادي الاهلي في البطوله الافريقيه في شهر فبراير اللي فات كنت بتلعب مباراه بره ملعبك في افريقيا، بترجع بعديها بثلاث ايام تلعب مباراه هنا، بتروح بطياره خاصه وترجع تلعب مباراه في الدوري العام، وبعدها بتلعب في مباراه في الدوري العام تاني وتطلع تلعب مباراه وترجع تلعب مباراه افريقيا هنا، وبعد كده تلعب مباراه في الدوري العام، وبعد كده تطلع افريقيا بره. صح. ده معناه ان الموسم استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي فقط لا غير. انا مش بتكلم على نادي الزمالك وانت بتتيح له الفرص الكبيره جدا في الراحات، حقه، لكن حق انا كنادي اهلي برضو ان انا تتاح لي الفرص الكبيره في الراحات. يعني ما ينفعش تخرجني انا بفعل فعل من بطوله افريقيا وتتعامل مع بعض الفرق بطريقه مختلفه، ان الفاينل وانت محتاج راحه ومحتاج، لا يعني الكلام ده يعني غير وارد في كره القدم على الاطلاق. المساواه في بعض الاوقات في الظلم عدل، طالما سويتني في الظلم مع حد خلاص يبقى ده العدل بالنسبه لي. انما ما ينفعش تديني عدم فترات راحه العب من خلالها ويتعرض لعيبتي للاصابات بشكل كبير جدا. انا ملعب 48 ساعه كل 48 ساعه لمده شهرين، او كل مثلا 72 ساعه لمده شهرين، ما انا اللعيبه بتاعتي معرض للاصابات. حد تاني يطلع يقول لك طب ما انت الفرقه 25 لعيب، بس الاساسي 11 لعيب. انا ما ينفعش كمدير فني يبقى عندي 25 لعيب وانا بلعب ال 25 لعيب كل مباراه بلعب 11، استحاله. في كرة القدم الكلام ده مش موجود على الإطلاق. أنا عندي 13 14 لعيب بدور فيهم والباقي موجود ستاند باي، يعني خلاص لما أحتاج لعيب ممكن لعيب يدخل لعيب يخرج، هي دي كرة القدم. بص في أي فرقة في العالم هتلاقي أنت بتتكلم في حوالي من 14 ل 16 لعيب أو 17 لعيب ماكسيمم، هم دول القوام الفعلي لأي فرقة في العالم. صح. هم دول اللي بيتغير فيهم اللعيبة، هم دول اللعيب يدخل واللعيب يخرج، ولكن القوام الأساسي أنت عندك 7 8 موجودين وبتغير في 3 4 و3 4 احتياطي بتغير في 2 3 فيهم. بالزبط. هو ده دي الفرق اللي موجودة في العالم. فما ينفعش تيجي تقول لي إيه؟ لا إحنا أتحنا الفرصة إنك يبقى عندك 30 لعيب في القائمة فبالتالي لعب كل ال 30 لعيب. أنت مش هتجبر الأندية تلعب مين وما تلعبش مين. لا، ولما خد قرار 30 لاعب ما خدوش من أول الموسم، ده خده في يناير. بالظبط. لما لقى الأهلي لعب افريقيا ولعب عربي ولعب دوري ولعب كاس، واحنا من اول الموسم بنقول يا جماعه. صح. السنه دي هنلعب مش اقل من 50 60 مباراه. صحيح. زود البطوله العربيه كمان وبطوله عربيه، بطوله اثنين افريقيا تلعبت السنه دي، بطوله دوري عام، بطوله كاس مصر دخلت فيها، بطوله عربيه، اثنين افريقيا، اثنين دوري ابطال، ولعبت السوبر. تمام. يعني ده معنى انت بتلعب حوالي سبع، لعبت السنه دي سبع بطولات، فده يعني كتير جدا على الكره المصريه. انت خد بالك برده بتتعامل مع نوعيه من اللعيبه ما عملتش الكلام ده قبل كده. اما نيجي نتكلم عن الدوري الانجليزي اللي بيلعبوا البوكسنج دايز اللي هم بيلعبوا كل 48 ساعه، ده راجل بياخد شهر اجازه اخر السنه، بيعمل فتره اعداد متكامله كافيه، وبيدخل على الموسم عارف انه في وقت من الاوقات الدوري مضغوط. تمام. انما انت النهارده بتكمل الموسم وبتتلاحم الموسم وبتخش على الموسم اللي بعديه وبتخش في ست بطولات، وعندك بطوله ثانيه اسمها البطوله الافريقيه. ده برده لعيبتك هتلعب فيها، اللعيبه الكتيره بالنسبه لك هتلعب فيها. فبالتالي انت ما اتحتش الفرصه للنادي الاهلي انه يشتغل صح، انه ياخد بطوله افريقيا بالشكل الـ يعني اللي ممكن من خلاله ياخدها، انك تديله الراحات الكافيه بالنسبه له. اي لعيب في العالم ما ينفعش يلعب ماتش يسافر بره يلعب ماتش ويرجع بعدها ب 48 ساعه او 72 يلعب ماتش تاني هنا في البطوله، في اجواء مختلفه، اجواء حاره جدا او مطره جدا، واجواء هنا مختلفه تماما. وعندنا موقفين. حلو. موقف تنزانيا، الاهلي كان عنده مباراه مع سيمبا في تنزانيا. صح. مزبوط. انا فاكر وقتها الكابتن سيد قال له انا في عرض يوم لان انا مسافر تنزانيا. صح. الفجر، والاهلي لم يعترض، والاهلي لم يعترض وسافر، لم يعترض. مباراه سان داونز انت لعبت مباراه الزمالك على ملعب برج العرب بشكل بكل قالك استحاله تلعب عليه تاني. صح. بعدها ب 48 ساعه في نفس اجواء الملعب لعبت برضه مباراه كان فيها لود كبير جدا. طبعا. وسافرت جنوب افريقيا، والاستثناء او الموسم الاستثنائي اتحاد الكره قال لك لا لازم تلتزم بالمواعيد عشان ده موسم استثنائي، ومع ذلك طب ما انت عندك من البدايه فكره انك تكمل الدوري بعد كاس الامم، طب ما اجلتش ليه المباريات ديت؟ صح. يعني فكره ان انت عندك ان المباريات دي تتلعب بعد كاس الامم، طب ما كنت اجلت المباريات دي، لكن انت قلت وقتها ايه؟ يا جماعه نكون حريصين ان احنا قدر الامكان نخلص ماتشاتنا عشان لو عندنا وقت نخلص قبل كاس الامم كان يبقى كويس جدا. جات لك الفرصه والاهلي التزم بالجدول ومع ذلك كبرت منك في نهايه الموسم. لا مش كبرت منك، انت ما حطتش جدول له نهايه زمنيه محدده. ما ينفعش يبقى انا بشتغل في دوري عام مالوش نهايه جدول، يعني ما ينفعش تحط لي البدايه وتقول لي النهايه مش معروف لم تحدد بعد.
زي بالظبط فكره انك انا بوقف لعيب لاجر غير مسمى. يعني ده دي بطلت في كره القدم، فاهم قصدي؟ يعني ده موقف لاجر غير مسمى، يعني ايه يعني؟ يعني بكره بعده السنه الجايه اللي بعدها، فاهم قصدي؟ كذلك برضو انا بحط جدول، ما ينفعش وانا بحط الجدول اقول الجدول ده له بدايه معروفه صح، الوسط على احتماليات، النهايه غير 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 معلومه، صعب. لا ده النهايه اتعملت ايه؟ انا هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، بص هقول لك على حاجه، دي هقول لك على حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي واضح جدا ان الجدول اللي هو بيتحط يعني عارف هيوصلوا للنهائي، لا مش هيوصلوا، يعني ممكن يوصلوا احتماليه، لا احتماليه ما يوصلوش، فبالتالي انا هبتدي اشوف بقى لما يوصلوا هحط الجدول. لو والله ده اللي حصل، ما هو بص والله ده اللي حصل، طالما بص اتكلمت في موسم استثنائي يبقى كل حاجه استثنائيه. يبقى الجدول يبقى محطوط على انه دوري استثنائي، مفيش مشكله. الاهلي لم يعترض على فكره على استثنائيات الدوري العام خالص على الاطلاق نهائي، ولكن الاهلي بيعترض على عدم وجود جدول زمني تمشي عليه من البدايه الى النهايه. هي دي الفكره بالنسبه لك. والفكره برضو لما قال البيان بتاع النادي الاهلي تكافؤ الفرص في المراحل الاخيره، بس انت محتاج طبعا تكافؤ. هقول لك كلمتين بس مهمين جدا. انت عندك لعيبه ممكن تنتهي العقد معاهم في شهر 6 اللي جاي، هيلعبوا معاك بقيه السيزون؟ لا، ولا هيمشوا بالسلامه؟ ممكن يمشوا، ما بيفكروش كده. طيب. ما بيفكروش في الكره كده. سؤال، لعيب مثلا بيلعب في فريق تاني، الخصم بتاعك اللي بيلعب على بطوله الدوري العام هيتعاقد معاه، هيلعب معاه ولا هيلعب مع فرقته؟ مالوش برضو القيد ظروفه، ما حددوش حاجه. الفير بلاي، انت بتتكلم في الفير بلاي، ان انا النهارده ابقى عارف العب مع مين ضد مين، امتى اللعيب ده معايا ولا مش معايا، فاهم قصدي؟ ما ينفعش يبقى انا النهارده، انا هقول لك على حاجه، بلاش لعيب، مدرب بعد بطوله افريقيا، مش المدربين احتمال يمشوا واحتمال يجوا مدربين تانيين؟ طبعا. طب المدرب ده هيجي على اي اساس؟ مع اي لعيبه؟ باي امكانيات؟ لا هو كمان في نقطه، وبعدين لا خد بالك بس هكمل الحته دي. انت النهارده عندك ماتش المقاولين، المفروض عايز يعني عايز المفروض الاتحاد الكوره عايز يتلعب دلوقتي في الوقت الحالي، ويأجل لك ماتش الزمالك بس. صح؟ والزمالك المفترض يتأجل له 3 ماتشات لنهايه بعد بطوله افريقيا. طب 3 ماتشات بعد بطوله افريقيا هتكون تحدد مين اللي نزل، مين اللي هبط، ومين اللي فضل في الدوري العام. 3 ماتشات وبتتكلم على فرق هي خلاص اللعيبه هتريح شهر تقريبا شهر بالظبط او 45 يوم عشان يجي يلعب مباراه، هتبقى بالنسبه له مباراه تحصيل حاصل. اذا مفيش تكافؤ للفرص في القصه دي، مفيش الفير بلاي، انا عايز النهارده العب مع فرقه هي جاهزه عندها تارجت، سواء اذا كانت بتلعب على مركز او عايزه تنجو من قصه الهبوط. ما ينفعش تحدد الدوري العام ومين هبط ومين ما هبطش وبعد كده تقول لي تعالى العب بقى بني سويف او تلعب. ما هو الجونه بيلعب دلوقتي. ما انا بقول لك اهو، ما هي دي الفكره، الجونه بيلعب دلوقتي. هي دي الفكره. يعني نفترض الجونه قعد خلاص، ايه الوضع بقى؟ فين بقى تكافؤ الفرص في المباراه الاخيره؟ ما فيش، هتلعب بناشئين خلاص. شكرا. اكيد لو حماده الصيد مكمل او هو مكمل اوريدي كمان السنه الموسم اللي جاي، يبقى هيجيب اللعيبه الناشئين يلعب بيهم قدام نادي الزمالك وشكرا الموضوع على كده. حتى هو يقول لك ساعتها اختار اشوف مين يقدر يمشي معايا السنه الجايه يكمل معايا. وجهه نظره بقى، يبقى خلاص هو خد التارجت اللي هو عايزه. خد بالك، ما هو طالما انت خلصت عندك حاجتين، لعيبه هتمشي، لعيبه هتتعاقد معاها، معسكر هتبتدي تعد له من دلوقتي، فبالتالي مباراه الزمالك بالنسبه لك اصبحت مباراه تحصيل حاصل، ليست لها اي قيمه، لان انت هتفتقد بعض اللعيبه وهتجلب بعض اللعيبه الاخرين. اذا مبدا تكافؤ الفرص مش موجود، مش متاح على الاطلاق خالص. فبالتالي كون ان المفترض في اي حته في العالم اخر 3 مباريات بيتلعبوا مع بعض كلهم في نفس التوقيت، اخر 3 الاهلي قال لعب مباراه وقال لك مش مهم، يبقى مباراتين فيهم تكافؤ فرص، مباراه الاهلي والزمالك والمقاولين يبقى اخر ماتشين في الدوري العام، يبقى كله يلعب مع بعض. كمان النادي الاهلي قال لك لا خلاص احنا تبقى اخر مباراه، فاهمني؟ على الاقل يبقى في تكافؤ الفرص، يبقى في يعني مبدا فكره ان انا بلعب مباراه بالنسبه لي كل الناس بتلعب في نفس الوقت في نفس التوقيت. الدوري كله يا كابتن بلال لازم يكون في تكافؤ فرص. الجونه 36 نقطه، مع الحرس 36 نقطه، مع الاتحاد السكندري 36 نقطه. حل. هو بيلعب النهارده، هم ما بيلعبوش النهارده، فبالتالي فين تكافؤ الفرص؟ ان المباريات الاخيره تلاقي في توقيت واحد. الادهى من كده كمان، الادهى من كده كمان، مباريات النادي الاهلي المفروض في المرحله الاخيره مع نادي الزمالك، المفروض العب مع الزمالك لما يكون خلص كل مبارياته. هل هيلعب مع الانتاج الحربي والحرس والجونه قبل ما يتحدد موقفهم؟ طب. في الهبوط او الصعود؟ انا هسال سؤال بقى تاني، مثل لسارتي، حلو؟ لو هو شايف ان هو ده، او النادي الاهلي شايف ان ده اخر موسم بالنسبه له، حل؟ مثلا خلاص، وهو مش عايز يجدد لمثل لسارتي، هيتم بيه الدوري العام ولا الراجل هيقول له سلام عليكم لا انت مش موجود معانا فتفضل دور على فرقه تانية، هيعمل ايه؟
هو الراجل نفسه يكتب في السي في بتاعه فاز بالدوري ولا ما فازش بالدوري؟ لا لم يكتمل الدوري العام. يكتب في السي في لم يكتمل الدوري. انا بكلمك على فكره بكلمك في حقيقة. اه والله انا النهارده لو مستر سارتي قال لك انا يا جماعه انا بعتذر او النادي الاهلي بيعتذر على سبيل المثال او اي مدير فني بعتذر لك الموسم هو ده اخر موسم بالنسبه لك هيكون اخر موسم بعد 25/7 ولا قبل 25/7 ما دي فكره هو الراجل برضه عايز يتعاقد وانت عايز تتعاقد مع مدير فني جديد المدير الفني الجديد هيجي يستلم الفرقه هيلعب بيهم كاس مصر وهيكمل بيهم الدوري ولا هيكمل بيهم كاس مصر ما هو برضه افكار وهتحاسبه على اني قايمه محليه ولا قايمه اللي عليها ولا القايمه الجديده ولا الاتحاد الافريقي طالب منك ان انت قبل 30/7 تكون استوفيت العدد اللعيبه اللي موجودين في القائمه الافريقيه ده كمان في نقطه ده 20/7 بدون غرامه ماشي احنا نقول 30/7 والغرامه $500 على كل لاعب مش فارقه الغرامه كتير ادفع الغرامه ادفع الغرامه مش فارقه ماشي بس 30 عندك 30/7 مظبوط طيب 30/7 مش هلعب معاك دور التمهيدي ولا دور ال 30 حلو بس خليني اتكلم بس معاك 30/7 ده انت هتخلص دوري عام 25/7 طيب 30/7 هتحكم على لعيبتك هتمشي اللعيبه هتتعاقد انا النهارده انا كلعيب هاجي اقول لك لا انت جاي بعد قبل نهايه الموسم 1/8 هيبتدي الموسم الجديد او 15/8 تيجي تمشيني دلوقتي فين الانديه اللي انا ممكن اروحها لازم تختار 15 يوم سيبك من الاختيار انا كلعيب مش همشي يبقى انا خلاص اصبحت في القائمه بتاعتك وهتديني فلوسي بالظبط يعني انا اسف يعني هتديني فلوس هتديني فلوسي خلاص صح. يبقى انت ابقيت اللعيب ما اتحتش فرصه للعيبه اللي ممكن يكون ليها فرصه ثانيه في انديه ثانيه ده مش فلوسه يا كابتن ده بايع عقده ايوه انا فاهم كلامك ما انا بتكلم انا بس بوضح للناس ده باقي العقد ما انا بتكلم في الحته دي احنا بنتكلم في ارقام كبيره يعني انت لو عايز النهارده تستغنى عن 3 4 لعيبه تستغنى عنهم خلاص اللعيب ده نفسه هتمشيه قبل بدايه الموسم باسبوعين هتكون الفرقه الثانيه جابت لعيبه وتعاقدت وكل واحد وخلاص يبقى لعيب تمن اوريدي هيقل فبالتالي فرصه انه يمشي من عندك لا انا قاعد هتحطني في قائمه ثانيه بس اديني فلوسي كلها الملايين دي كلها الملايين دي كلها فبالتالي فكره ان انت تؤجل البطوله او تؤجل الدوري العام لما بعد بطوله افريقيا اعتقد فكره يعني غير موفقه على الاطلاق يعني بنسبه 90% او مش عايز اقول 100% يعني بنسبه 90% غير موفقه على الاطلاق من كل الجوانب تمام. من كل الجوانب عدم راحه اللعيبه وعدم استفاده المنتخب فيما بعد منهم لان اللعيبه هتلحم موسمين ورا بعض ده بالنسبه لمنتخب مصر بالنسبه للانديه المدربين واللعيبه والتعاقدات بالنسبه للانديه المشاركه في افريقيا القائمه بتاعه القائمه الافريقيه واللعيبه اللي انت هتجيبها واللعيبه اللي انت هتمشيها انت لو في لعيب بتتعاقد معاه بيلعب في فرقه افريقيه هيديك اللعيب بتاعه قبل البطوله ما تبتدي ب 10 ايام استحاله مستحيل ما هوش هيلعب هو خد قراره اصلا ده مكمل ولا مش هو كمان انت دلوقتي بتبتدي النيجوشيشن من دلوقتي تفاوض عشان تتفاوض على اللعيبه عشان القائمه الافريقيه اللي هتكون موجوده معاك الباب لن يتاح ليك الا بعد 25/7 اذا انت يعني بتقفلها على الانديه بشكل كبير فبكل المقاييس لا انت بكل المقاييس فكره تاجيل البطوله الافريقيه بطوله الدوري العام لما بعد افريقيا يعني بتجور على الانديه وبتجور على اللعيبه نفسها حلو قوي طب قبل ما اكمل السؤال ده وادخل على بيان اتحاد الكوره لان ده السؤال المفروض اللي جاي بس في سؤال يسبقه هيجي يقول لك البعض طب هو ليه الكلام في قصه ان احنا ليه نستكمل الدوري او ليه نخلص الدوري قبل كاس الامم طب ما الكل عارف ان الدوري هيخلص بعد كاس الامم طب ما الناس كلها عارفه وناس كتير اتكلمت والناس كلها متاكده ان الدوري هيخلص بعد كاس الامم ليه الناس بتتكلم دلوقتي الناس ما خدتش بالها والكلام ده قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ في لقاء معانا كان معزمنا عمر ربيع ياسين من يومين في ملعب التتش في خطاب من الاتحاد الافريقي صادر بتاريخ 24 ابريل بيحدد فيها مواعيد القيد للانديه اللي هتشارك في مسابقتي دوري الابطال وكاس الكونفدراليه اولا حسب تصريحات الكابتن سيد الخطاب اصلا لغايه اللحظه دي ما جاش النادي الاهلي يعني الانديه اللي هتشارك في افريقيا بعد شهر وتحضر لقائمتها ما جالهاش الخطاب اللي تقدر من خلالها تحدد قائمتها امتى وتبعت الحد الادنى 23 لاعب من امتى لامتى عشان تختار لاعبها اللعيبه بتاعتها وفي نفس الوقت تعرف الغرامات او اللعيبه اللي هيعيدها متاخر هتشارك معاها امتى طب مش نسال السؤال بشكل اوضح من كده ده بناء انا السؤال هو في دوله في العالم بتبعت الانديه المشاركه قبل نهايه البطوله يعني انت مين اللي هيشارك في بطوله افريقيا مش المفروض انت بتحدد الاربعه المشاركين في البطولتين بعد ما تخلص المسابقه ده طبيعي جدا بالظبط انت هتيجي في نص الموسم تقول لهم والله انا شايف ان الاهلي هو اللي هياخد الدوري والزمالك هيبقى تاني مثلا وشايفين ان بيراميدز ده الثالث والرابع ممكن. بطل الكاس او احنا لسه مش عارفين هيوصل الفاينل هو قال لك انا ممكن ابعت اي بي سي ولما تختار لما يتم الاستقرار على اسم الانديه هبعت لك اسامي الانديه انا اقول لك ان اتقال له في تصنيف سؤال لا في تصنيف طب السؤال بس ازاي طب السؤال بس طب الرابع دلوقتي
يعني الفرقه الرابعه اللي هتلعب في الكونفدراليه مين الديد هتبقى مين بالنسبه محدش عارف لسه بطل كاس ولا رابع دوري عام مفيش كاس خلاص هم اقروا ان مفيش كاس اللي عشان تبعت اقروا ان مفيش كاس لا هم قالوا كاس هيكمل طيب كاس امم يبقى بطل يبقى سؤال يبقى بطل كاس ولا رابع دوري عام ما هو ده السؤال ما انا لهوش بشكل رسمي ما هو انت هتبعد ما انا عشان كده بقول لك لا يبقى انت لو هو بطل كاس يبقى انت هتجور على بطل الكاس هيبعت بطل الكاس امتى هو قصدي اه لو هو اقصد ان هو لو هو رابع دوري عام يبقى انت بتجور على بطل الكاس لو ما كانش من الاهلي والزمالك او من بيراميدز مثلا فانت بتجور عليه او تاني الكاس لو هو رابع دوري لو هو رابع دوري يبقى انت كده اجرت على الكاس لو هو بطل الكاس يبقى انت بتجور على رابع الدوري او انت ما تعرفش الامور ماشيه هو مش هيلحق اصلا يبعت بطل الكاس لان الفتره المحدده ليه في الخطاب اللي بقول لك عليه مين؟ من 31/6 رابع هيبقى مين لازم يخلص الدوري رابع هيبقى مين ما هو لازم يخلص الدوري طب يبقى هيخلص يبقى الانديه هتبعت ازاي الرابع ده هيبعت القايمه بتاعته بالظبط امتى وازاي هيعرف ان هو ده الرابع امتى وازاي ما هو الاتحاد الافريقي عندك فرقتين ثلاثه بينافسوا على الرابع دلوقتي في مصر عندك المصري 49 المقاولين 47 المقاصه 45 يبقى انت تدعي ان الاهلي والزمالك وبيراميدز يكون طرف من اطراف نهائي الكاس عشان ربنا يكرم الرابع بتاع الدوري العام ده يبقى هو ايه يبقى هو البطل هو في نقطه كمان هو حدد لك الاتحاد الافريقي من 1/30/6 تبعت اسامي الانديه اللي هتشارك في افريقيا فانت فكره انك تكمل الكاس بعد كاس الامم اصبحت غير مطروحه انك تبعت اسم بطل الكاس في البطوله الافريقيه يبقى الرابع انت يعني عشان كده بتتكلم في الرابع هيبقى الرابع يبقى انت اجرت على بطل الكاس اللي هو مش من الاهلي والزمالك وبيراميدز تمام اجرت يعني خدت حق من حقوقه مقصود يعني انا بقيت بطل الكاس في الاخر ما بعملش حاجه خلاص بقى انا بقى يعني مثلا نفترض مثلا يعني لو اكس من الفرق دلوقتي بقى هو بطل كاس مصر مش موجودين من الثلاث فرق اللي فوق يبقى انت اجرت على حقه يبقى انت عندك حق من حقوق عندك في الكاس عمرك شفت فرقه في العالم تبقى بطل كاس وما يلعبش بطوله الكونفدراليه ممكن الحرس وممكن الاتحاد وممكن بتروجيت ممكن ما انا بقول لك يبقى انت اخذت حق من حقوق بطل الكاس دلوقتي مثلا صح كده بالظبط يبقى انا اخذت الكاس وقعدت في بيتنا او حطيت الكاس في بيتنا ما استفدتش ان انا بطل الكاس في اي حاجه خالص تمام خالص لو هو بطل لو هو رابع الدوري يبقى انت بقى منتظر حضرتك تستنى ال 25/7 تمام عشان خاطر نعرف مين هو الرابع الدوري العام عشان خاطر يبتدي يبعت او تبعت للاتحاد الافريقي تقول له والله ان القايمه بتاعتي 1 2 3 4 5 6 7 ما انا اقول لك على حاجه اتفضل النهارده اتحاد الكوره برضو الجدول اتحط برضو كان في فكره كده عايز اقول لك تقول لي الجدول كده عشان ما شفتوش للاسف النهارده 27/5 بتتلعب اربع مباريات في الاسبوع الاخير الجونه والاسماعيلي ودي مباراه بتحدد الجونه هيقعد ولا هيكمل تمام هيقعد ولا هيهبط للدرجه الثانيه نجوم المستقبل وانبي هي مباراه تحصيل حاصل انبي قعد في الدوري والنجوم خلاص عارف ان هو نازل درجه ثانيه تمام مصر المقاصه وطلائع الجيش الداخليه والمصري مصر المقاصه وطلائع الجيش مصر المقاصه بيلعب على رابع برضه مصر المقاصه بيلعب على رابع بيلعب على مركز بس مصر المقاصه 33 لا مصر المقاصه مصر المقاصه لعب 33 مباراه 45 نقطه طيب المصري عرب. المصري لا المصري 49 نقطه طيب فمصر المقاصه خلاص مش رابع خلاص ده كده انتهى يعني المنافسه على مركز الرابع بين المصري والمقاولين مصر والمقاولين اسف بين المصري والمقاولين مصر والمقاولين بالظبط كده مباراه المقاولين اتاجلت مع النادي الاهلي المصري هيلعب النهارده لو المصري كسب هيبقى مركز رابع رسمي رسمي يبقى عرفت ليه النهارده بيلعب الماتشات دي هو اهم حاجه عنده يحدد الرابع. مين الرابع بقول لك بس هو بيفكر لو المصري هم بيفكروا عارفين ولا المصري تعادل النهارده ولو المصري تعادل ولو المصري تعادل ما هو زي فكره استنى برده المقاولين والاهلي ما انا هقول لك ما زي فكره حرس حدود او الجونه كل قال لك ايه اصل لو الجونه كسب يبقى هيلعب الحرس طب افرض الجونه خسر والحرس خسر بالظبط هتعمل ايه ما بقول لك الزمالك هيلاعب الفائز يعمل ميكس ما بينهم بقى هيلاعب يا الحرس يا الجونه طب افرض الحرس خسر وافرض الجونه خسر يعمل ميكس هيلاعب فرقتين ميكس شوط وشوط شوط وشوط شوط وشوط لا والله انا بشوف حاجات النهارده بنشوف تونس اخر اربع مباريات في الدوري التونسي بتتلعب في نهار رمضان في نهار رمضان عشان تكافؤ الفرص مظبوط صح الاتحاد التونسي النهارده لما قال للاتحاد الافريقي خلي مباراه كاس الامم متاخره عشان الحر فالانديه التونسيه بتقول له طب ما انت بتلعبنا في نهار رمضان قال لهم عشان تكافؤ الفرص لازم كلكم تلعبوا في اخر اربع جولات مش احنا بنتكلم في اخر جوله يا كابتن بلال يعني الاهلي بيقول لك اخر جوله ولعب كل الماتشات وبيستنى اخر جوله وفي تونس اخر اربع جولات بص الموضوع لما ما يبقاش في تنظيم بتبقى الامور صعبه جدا يعني احنا برضو عشان ما نجرش على حقوق الناس ونتكلم برضو بالباطل على الناس يعني النهارده انت يا جماعه عارفين ان الموسم ده موسم استثنائي طيب الموسم الاستثنائي بالنسبه لك ده انت مش حاطط في حساباتك ان في فرق عندها استعدادات تانية مختلفه مش حاطط في حساباتك ان في فرق تلعب في افريقيا ولا انت بتحسب الموسم الاستثنائي اللي جاي برضه هيبقى استثنائي اكتر لو انت كملت البطوله دي
بطوله الدوري العام لما بعد بطوله افريقيا، يبقى اللي جاي برده ان شاء الله هيبقى موسم استثنائي. صح، لان الموسم هيخلص في نص 8، فاللي بعديها هيخلص هيبتدي مثلا في 1/9، يبقى انت برده موسم استثنائي بالنسبه لك. اذا كل المواسم بالنسبه لك اصبحت مواسم استثنائيه عشان ما خدتش القرار. لازم تقطع موسم المواسم وتاخد قرار فيه عشان تبتدي الموسم الجديد عندك راحه، عندك الفرق اللي بتلعب في افريقيا عندها فرصه، لان برضو الفرق اللي بتلعب في افريقيا هتبتدي برضو في ميعاد بدري عن ميعاد الدوري العام بطبيعه الحال، هتبتدي في 8 تمام وهتخلص في شهر 5، فانت عندك الفرق الافريقيه سواء اذا كان الاهلي او الزمالك او ايا كان من الفرق اللي هتبقى موجوده في الكونفدراليه دي هتبتدي برضو الموسم بدري، ما عندهاش فتره للراحه، ما عندهاش فتره ان هي تختار لعيبه، ما عندهاش فتره للقيد، ما عندهاش فتره للترانسفير ان هي تعمل، ما عندهاش فتره تبيع وتشتري. عارف بيراميدز هيلعب تمهيدي كاس الكونفدراليه امتى؟ بيراميدز غير مصنف. ده اول مره يلعب في افريقيا. هيلعب دور ال 125 تقريبا. 128. هيلعب 7/8. يعني قريب جدا. قريب. 7/8. يعني قصدي يعني بعد يعني هيكمل الموسم، يعني ده معناه ان هو هيكمل هيلعب الماتش 7/8 وبعديه 15/8 فهيخش على بطوله الدوري العام. هي نفس الموضوع ما انا بقول. هيبعت قائمته امتى؟ مفيش. خلاص الاهلي لما طلع بيان كان بيطلع بيان للصالح العام. طب اديني بيان الاتحاد كده بعد اذنك. طيب بيان اتحاد الكره والورق كتير بصراحه يا كابتن بلال. النهارده قرارات وبيانات وامور كتيره جدا. بص بيان اتحاد الكره يعني لا هو قرار رسمي ولا هو معلومه تقدر تستشف منها موضوع معين. يعني موضوع للطرح، موضوع للطرح العام. مش قرار ولا حاجه رسميه، وطرح فكره يعني ممكن نستكمل بدون الدوليين ونرد عليه، يعني قابله للرد والنقاش ولا فكره يعني. بيقول لك هنشوف الاطراف المعنيه والانديه المعنيه بهذا الامر وفي الاخر هنطلع قرار او نشوف التصور. الاهلي هو المعني. شوف البيان. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحب تقراه؟ اقراه. طيب اتفضل. يؤكد الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه المهندس هاني ابو ريده على اولويه المنتخب الوطني في قائمه اهتماماته قبل ايام من انطلاق بطوله الامم الافريقيه. ده كلام جميل. التي تنظمها مصر الشهر المقبل بما لا يتعارض مع مصالح الانديه المصريه. بما لا يتعارض مع مصالح، ودي النقطه اللي احنا عمالين نتعارض فيها بقالنا ساعتين اهو. هو مصلحه المنتخب بما لا يتعارض مع مصالح الانديه، ومصالح الانديه بما لا يتعارض مع مصلحه المنتخب. يعني انت خليفه خلف خلف الله. وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، كما ان اللوائح الدوليه تعطي الحق للمنتخب الوطني تجميع لاعبيه قبل البطوله باسبوعين. طبقا للقواعد الدوليه. واكد اتحاد الكره ان الظروف التي تعيشها مسابقه الدوري الممتاز حاليا ليست وليده لحظة وانما امر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقه. تمام. وهو ما عبر عنه السيد رئيس لجنه المسابقات خلال اجتماع رؤساء الانديه المشاركه في الدوري وفي مقدمتهم رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجع عضو مجلس اداره نادي الاهلي، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع اقامه مسابقه الدوري من مجموعتين في ضوء الصعوبات التي تتعرض للمسابقة من إقامة دورتين من البطولة الإفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية، إلا أن الأندية فضلت امتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوام الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية. ده الكلام ده في يناير. للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل. وعلى ذلك فقد استعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري في اجتماعه اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر للمستجدات وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التواصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيه دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الإفريقية بعد موافقة الأندية المعنية. فهمت حاجة؟ ماذا أقول بعد كل ما قيل؟ فاكر المشهد ده؟ بص يعني طبعا كلام، هو كلام انشائي اكتر منه كلام يعني موضوع، يعني فاهم، انا هاخد راي الانديه والمنتخب مع الانديه ان شاء الله، يعني ده ما تعرضش مع ده وده كلام انشائي اعتقد من وجهه نظري الشخصيه. الكلام الصح المظبوط ان لازم اجيب اطراف الموضوع، نادي الاهلي، نادي الزمالك، مستر اجيري، ثلاثه اللي موجودين، يا جماعه ايه الاقتراحات المطلوبه من عندكم عشان استكمالا لبطولة الدوري العام، ومتى تستكمل، وايه العوائق اللي ممكن تعوق، وايه النتائج السلبية والإيجابية اللي ممكن تكون موجودة. هي دي، ده المقترح الصحيح. انما النهارده اطلع بيان اقول فيه هلعب من غير الدوليين. طب ما النادي الاهلي عنده 9 دوليين مثلا، يعني هتلعب يعني في النادي الاهلي هلعب من غير فريق كامل مكتمل، الزمالك عنده 4 مثلا، حلو، موجودين دلوقتي حالا، فرجاني ساسي اوريدي هو مصاب خلاص مش مكمل نهاية الموسم. تمام. فالزمالك عنده 4 لعيبة، انت عندك 9 لعيبة في القائمة، فانت عندك فريق كامل، هتحرمه من انه يلعب مباراته، بيلعب فريق بيلعب على بطوله الدوري العام
هيلعب من غير 9 لعيبه دوليه. يعني الموضوع صعب جدا. صعب يعني صعب انك تاخد قرار تقول هلعب من غير الدوليين. صعب جدا. انت عندك جونيور اجاي في قائمه الانتظار في المنتخب النيجيري، وعندك الاربعه المصريين دوليين تمام، احمد فتحي والشناوي، لا احمد الشناوي وايمن اشرف واحمد فتحي ومروان محسن. طيب واحمد فتحي، لا احمد فتحي مش في المنتخب، احمد مش منتخب، لا فتحي مش في المنتخب، يبقى الشناوي ومروان اشرف وايمن و مين يا جماعه الرابع فكرونا؟ احمد فتحي اعتقد، فتحي مش في المنتخب ولا محمد هاني؟ تاكد. وليد سليمان. وليد سليمان، يبقى وليد سليمان. وليد سليمان. طيب ادي اربعه، وعندك جيرالدو منتخب بلده انجولا، وعندك علي معلول تمام ماشي، وعندك جونيور اجاي ادي اللعيب التامن بتاعك، وعندك وليد ازارو مع احتماليه انه يكون موجود او مش موجود ماشي. عندك يمكن 9 لعيبه النهارده قائمه المنتخب المغربي اللي اعلنها رينارد، لا ازارو مش موجود، مش موجود. عندك 8 لعيبه، بنتكلم في 8، في 8 لعيبه، 8 لعيبه قوام فريق، قوام فرقه كامله. هل تستطيع انك تلعب مباريات او مباراتين على نهائي بطوله الدوري العام بدون 8 لعيبه دوليه بالنسبه لك؟ اعتقد صعب جدا، صعب جدا. ده بخلاف المصابين، خد بالك. ما هو ده انا عندي كمان ساعه نتكلم عن المصاب وكريم نجم. مش لا لا المصابين مش مشكله ماشي، خلينا نتكلم. احنا بنتكلم على القوام الرئيسي بتاعك، احنا الاصابات دي بتاعت الفريق هو يتحملها تمام؟ تمام. ولكن انا بتكلم على اللعيبه الدوليه زيك زي اي فرقه ثانيه. انا بلعب بطوله الدوري العام، هنا اصبح ما فيش مبدا لتكافؤ الفرص. انا النهارده يعني النهارده تيجي تلعب تقول لي الاهلي يلعب مثلا هيلعب مع المقاولين، الاهلي ما عندوش 9 دوليين والمقاولين ما عندوش ولا لعيب دوري غير لعيب واحد بس، طب ما كده ما فيش مبدا تكافؤ الفرص. هي يبقى انت دخلت في حوار تاني خالص مختلف تماما. فاذا يعني لابد ان يكون في حل. والمقاولين عنده احمد علي على فكره، ده مهاجم، ده هداف الدوري. بس لعيب لعيب واحد، انت عندك 9 لعيب. لما تفتقد 9 لعيبه في مباراه في مباراتين انت بتلعب فيهم على بطوله الدوري العام، اعتقد كتير جدا. كتير على المدير الفني. هتحاسبه ازاي؟ انا هحاسب مستر اجيري ازاي؟ هحاسب مستر اسارتي ازاي؟ هاجي اقول له 9 لعيبه مش هلعبوا معاك المرتين الاخرين وهات الدوري العام. طب الموضوع سهل. عارف سهل في ايه؟ قول. خطاب الاتحاد الافريقي، المواعيد اللي اتحطت، اتحاد الكوره يطلع يقول لهم يا جماعه احنا مش في يعني في منظومه لوحدينا. شوف الاتحادات الاخرى في شمال افريقيا والاتحادات في افريقيا كلها عملت ايه لما نزلت المواعيد المتعلقه بالقيد الافريقي. انت لو الدوري ما خلصش قبل كاس الامم عندك فتره من 1 ل 10 7 لازم تبعت الحد الادنى قائمه 23 لاعب. لو ما عملتوش كده وما خلصوش الدوري قبل كاس الامم مش هتعرفوا تعيدوا لعيبكم في بطوله افريقيا الجايه. ليه اتحاد الكوره مش واضح مع الانديه ويقول لهم مشكلتكم لو ما خلصوش الدوري قبل كاس الامم هتبقى عندكم مشكله في البطوله الافريقيه القادمه؟ ما هو اتحاد الكوره لو طلع للانديه وقال لهم الكلام ده من بدري، والخطاب بتاع المواعيد اللي اتحددت من الاتحاد الافريقي مبكرا من شهر، ما كانش حصلت الازمه دي كلها. اكيد يعني الاتحاد المصري هو الوحيد اللي عنده الحل على فكره. يعني الاهلي لما طلع بيان ادى لاتحاد الكره الحل، حل قال له لو عايز تحل عندك الخريطه اللي تحل بيها، واداله خريطه الطريق اللي ممكن يمشي بيها ازاي الفتره الجايه. وبعد خريطه الطريق او البيان او القرارات في صوره رسميه لاتحاد الكره في اليوم التالي من صدور البيان، حل اتحاد الكوره كان سهل جدا اول ما يستقبل بيان الاهلي يطلع الخطاب اللي جاله من الاتحاد الافريقي. ده لو ما جالوش كمان تبقى دي قصه ثانيه، لان هو اصلا ما اتبعتش للانديه. يعني الكابتن سعد الحفيظ لما طلع قال لك اصلا جواب القيد ما جاليش لغايه دلوقتي. هيجي لك ازاي انت ما خلصتش الموسم بتاعك؟ لا ما هو الاتحاد الافريقي كنت انت اول ولا تاني؟ الاتحاد الافريقي لما بيحط اللائحه وبيحط مواعيد القيد بيبعتها لكل الاتحادات الاهليه. انا عارف عشان هي تختار مين الاول والتاني وتبتدي تبعت لهم وتقول لهم كمان مواعيد القيد. بالظبط. وتقول لهم شروط القيد ومواعيد القيد. طبيعي. فاتحاد الكره لما يجي له مواعيد القيد هو اللي يقول للانديه يا جماعه الدوري لازم يخلص قبل كاس الامم، لو ما خلصتوش هتبقى مشكله كبيره عليكم. حلو. لو عمل ده هيقنع الانديه. اصل على فكره الاهلي لما طلع بيان هو لمصلحته، بس لمصلحه الزمالك والبيراميدز والفرقه الرابعه اللي هتشارك في افريقيا السنه الجايه. خد بالك، ما انا طبيعي لما اطلع بيان لازم يبقى لمصلحتي انا الشخصيه ولمصلحه الانديه كمان اللي هتشارك. معلش انا هقول لك على حاجه محمد، بغض النظر بص مش يعني خلينا نتكلم بوضوح شويه. انا كنادي انا اللي بدفع ثمن اللعيبه، وانا اللي بسافر، وانا اللي بعمل ترانسفير، وانا اللي بجيب المدربين، وانا اللي بمشي اللعيبه، وانا اللي بعمل كل حاجه. فبالتالي لما بفكر تمام بفكر في مصلحتي الشخصيه رقم واحد. انا عايز اخد بطوله الدوري عام. صح. تمام. انا عندي سبونسر ماشي، انا مرتبط بسبونسر، ناس بتدفع فلوس، الفاليو بتاع النادي، القيمه الكبيره بتاعه النادي الاهلي تمام. ما دي برضو مرتبطه باللعيب بيتصاب، واللعيب بيتعور، اللعيب بيكتمل، لعيبه بتخش المنتخب، انا باخد بطوله ما باخدش بطوله، ما دي مرتبطه بكده. لما انا تضيع مني البطولات بتاعتي بسبب من الاسباب او باسباب تلاحم الموسم واصابات اللاعبين وعدم استكمال وعدم وعمل عدم لعب المباريات بشكل منتظم جدا، ما ده بيقلل القيمه الكبير من الفاليو بتاع النادي. طبعا خد بالك، انت هو انت النهارده لا تستهون بكون ان اللعيب النهارده لعيب بالنسبه لك او السوبر ستارز بالنسبه لك يبقى مصابين، لا تستهون بالكلام ده.
ده قيم بتقل بالنسبه لك، فلوس بتضيع عليك. النهارده لما اشتري لعيب ثمنه مثلا 30 40 50 مليون ويتصاب من كتر تلاحم الموسم او من كتر المباريات المتلاحمه على بعضها، ما دي انا كنادي اهلي بفقده وبفقد قيم كبيره جدا بالنسبه لي، دفعت فيها فلوس كتيره جدا. الكلام ما بيحصلش. موسم استثنائي اوكي، بس موسم استثنائي ما تجعلش كل المواسم استثنائيه. ده رايي شخصي. يعني انا طالما النهارده اتفقنا على موسم استثنائي، لا تجعل كل المواسم القادمه مواسم استثنائيه. ده رايي الشخصي يعني. اتمنى. كابتن بلال انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، وبنحاول نحط حلول للموضوع، بس الحل سهل على فكره وواضح، ويطلع الجواب او يطلع مواعيد القيد ويحل الموضوع، لكن مش عارف هيحصل ايه خلال الساعات الجايه. ربنا يسهل. متفائل؟ بص انا يعني سعيد جدا بمواقف النادي الاهلي، خد بالك، وهي دي شخصيه النادي الاهلي، بتبان في المواقف الصعبه اللي من خلالها بتقدر تحمي مصالحك. تمام. انا عايز احمي مصالحي، فبالتالي كل القرارات اللي جايه بتحمي مصالحي ومصالح المنتخب ايضا وبقيه الانديه. يعني الاهلي ما بيفكرش لوحده، الاهلي بيفكر في النادي الاهلي وبيفكر في باقي الانديه وبيفكر ايضا في منتخب مصر. لما بقى عندي لعيبه 9 لعيبه مثلا او 8 لعيبه من النادي الاهلي بيمثلوا منتخب مصر، اعتقد دي فايده كبيره جدا للمنتخب قبل ما تبقى فايده للنادي الاهلي. اكيد. كابتن بلال شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله نلتقي على خير خلال الايام القادمه. اشكرك. شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب. كانت فقره مهمه جدا مع احد نجوم النادي الاهلي ومهاجم النادي الاهلي الكابتن احمد بلال، القينا الضوء على ما يحدث على الساحه خلال الفتره الحاليه بما يخص الكره المصريه وجدول الدوري، مواعيد القيد الافريقي، ما سيطرى خلال الساعات القادمه. بعد الفاصل الكابتن عادل طعيمه المدير الفني الاسبق وصاحب التاريخ الطويل في الكره المصريه، هنلقي الضوء ايضا على نفس الموضوع ونشوف رايه الفني في مساله تاجيل المباريات وازاي الفرق تستعد للمرحله القادمه في ظل ضبابيه نهايه الدوري العام. شكرا، وبعد الفاصل الكابتن عادل طعيمه.